والآن مع كلمة معالي السيد الوزير اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، فليتفضل. اسمحوا لي في الأول قبل ما أبدأ كلمتي الرسمية إن أنا طبعا باسم كل أهل البحيرة نرحب بنيافة الأنبا توادرس البابا توادرس، طبعا شرف كبير لمحافظة البحيرة تشريف حضرتك يا فندم لينا النهاردة. حضرتك طبعا رمز كبير للبحيرة كلها وعلى رأسنا كلنا، وطبعا النهاردة احنا بنعتبره يوم عظيم من أيام محافظة البحيرة إن حضرتك تشرفنا النهاردة ونكون في شرف استقبال حضرتك. اسمحوا لي طبعا إن أنا أنقل باسم شعب البحيرة بالكامل لكل إخواتي المسيحيين التهاني بهذه المناسبة لنيافة الأنبا بخوميوس أسد البحيرة، الرجل العظيم اللي أنا لما ألمس كل يوم إلا وقوفه جنبا لجنب جنبنا في كل المواقف اللي بنتعرض لها في المحافظة، رجل يتمتع بسمات شخصية عظيمة وقامة دينية عظيمة، وحقا أنت مطران من ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك القرازة المرقسية نيافة الأنبا بخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، السادة الحضور، كل التحية لحضراتكم وكل التقدير والتهاني بمناسبة تجمعنا كلنا على مائدة المحبة والمودة. نتشرف اليوم بحضور قداسة البابا توادرس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذلك الطراز الرفيع من الرجال، الكبير بطبيعته، المتواضع بفطرته، الوطني بمواقفه، والحاضر بفعله وكلمته. شرفنا قداسة البابا اليوم لنحتفل جميعا بنيافة الأنبا بخوميوس. قدم الكثير 50 عاما من الحب على أرض البحيرة، 50 عاما تفوح منها رائحة الوطنية موزعة على الجميع داخل الكنيسة وخارجها، 50 عاما من العطاء ولا يزال ممتدا في خدمة الكنيسة وأبنائها، وحب الوطن بتفاصيله حاضرا دوما في عقل وفؤاد نيافة الأنبا بخوميوس الذي نتشرف اليوم بتهنئته بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيس إبراشية البحيرة وتوابعها بصيامة نيافته وخدمته الرعوية لها. نيافة الأنبا بخوميوس رمز ديني متسامح كريم وقيمة وطنية تشهد البحيرة لها بكل الخير والعطاء. إنه التاريخ القبطي العارف والفكر الإنساني المستنير والأيقونة المسيحية الباقية تشع حبا وسلاما لمصر والإنسانية. ثقافته الموسوعية جعلته جديرا بالاحترام، وأخلاقه السمحة قربت إليه المسلم والمسيحي على حد سواء، وهو ما يقدرنا العالم كله لأجله. حينما نباهي الدنيا بقامتنا الدينية والفكرية العالية، أزهر وكنيسة جامعة أو محراب عبادة. ولقد أكد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا أن مصر دولة عزيزة بأبنائها جميعا، وأن اختلاف الدين ثراء وغنى وحضارة وتعايش لا تقوى عليه إلا أعظم الأمم وأكبر الحضارات. وإن لم تكن مصر بعنصري نسيجها الواحد هكذا لما وقفت صفا واحدا خلف قيادتها تحارب الإرهاب والتطرف وتبني للعمران مدنا وللمستقبل آفاقا رحبا ولمصر غدا مشرقا. الحضور الكريم، نحتفل سويا اليوم باليوبيل الذهبي لنيافة الأنبا بخوميوس أحد الرموز الوطنية والدينية، وبمناسبة مرور 50 عاما لتأسيس إبراشية البحيرة وتوابعها بصيامة نيافته. أسقفا ورجل دين من طراز نادر وإنسانا يتمتع بأخلاق التسامح والتعاون والإخاء وحب الخير للجميع وعشق الوطن،
رجل بمجرد أن وطأت أقدامه إبراشات البحيرة وتوابعها إلا ورأينا الحكمة وإنكار الذات والوطنية وحب العلم غايته. رجل يمتلك من الحكمة والفطنة ما يؤهله للتعامل مع أصعب الأوقات باقتدار وتفوق، وهو من ما ظهر جليا بخلو الكرسي المرقسي بنياحة صاحب الغبطة والقداسة البابا شنودة الثالث في 17 مارس 2012 حين اختير نيافته قائم مقام البطريرك وقاد الكنيسة خلال 8 أشهر ببراعة الربان الحكيم والمايسترو الماهر، وهو الأب الذي أصبح ابنا لأبيه، ليسلم الكنيسة إلى رجل لا يقل مهارة أو جدارة أو وطنية ذو الفكر الإنساني المستنير قداسة البابا تودروس الثاني. منذ تشريفي للعمل محافظا لهذا الإقليم الذي أفرز لمصرنا الغالية أعظم قاماتها الدينية لمسلميها ومسيحييها، وأنا أرى عدة مبادئ رسخها نيافة الأنبا بخوميوس الذي يعمل النهار والليل بدون توان لمتابعة الخدمة والصلاة من أجل وحدة وتماسك مصرنا الغالية وخدمة رعاياه، فهو المنارة المضيئة وله الكثير والكثير من الجوانب، أذكر منها على سبيل الذكر وليس الحصر علاقته مع الرعية، فبابه مفتوح للجميع لا يفرق بين أحد وآخر ويستمع لكل شخص ويعمل على تلبية مطالب الجميع، وكذا علاقاته الاجتماعية الطيبة مع الجميع، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالتراث المسيحي وخدمة ذوي الهمم، فأحبه الكل صغيرا وكبيرا وأصبح محرابا للأفواج من الزائرين من كل أنحاء العالم لا تنقطع طوال العام، هذا بالإضافة لدعمه الدائم والمستمر للمحافظة في إنجاز مهمها قداسة الأنبا الحضور الكريم. محافظة البحيرة تمتاز بالأمن والأمان، وذلك يرجع للعلاقات الاجتماعية القوية بين نسيجيها الوطني مسلميها ومسيحييها وللقواعد التي أرساها نيافة الأنبا بخوميوس بالكنيسة، ذلك الرجل العظيم الذي لا تفوته أي فرصة أو مناسبة حتى يعبر فيها عن مشاعر المحبة والأخوة بين الجميع وتبادل التهاني في الأعياد والمحبة الصادقة النابعة من القلب. قداسة البابا تودروس لم يغب عن بصر العالم وسمعه موقفكم الوطني وتصريحكم التاريخي: وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. لقد صرت مضرب المثل في الوطنية ونموذج قبطي إنساني نادر المثال وعظيم القدر. كل التبركات والتهاني مرات ومرات، وإننا إذ نهنئكم ونهنئ أنفسنا على وجود قامة عظيمة كنيافة الأنبا بخوميوس حاضرة بالعمل والأثر والرسالة والقيمة البابوية الكنسية الراقية على أرض البحيرة. قداسة البابا تودروس نيافة الأنبا بخوميوس السادة الحضور، دمنا وطنا واحدا، دمنا جسدا واحدا، مصيرا مشتركا ومستقبلا قادما بكل الخير للإنسانية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. جمعتنا هذه الأرض الطيبة وتحت القيادة الحكيمة لفخامته تعمقت أواصر المودة وتوحدت غاياتنا لحفظ مصر من التطرف والتعصب أيا كان ومن أين جاء، لتظل مصر لأهلها تبني وتعمر وتشد قاطرة التنمية خلف القيادة الحكيمة التي لا تدخر وسعا ولا جهدا لعزة مصر وعلو شأنها، وهي كل حين منارة السلام والمحبة والخير للدنيا جميعا. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام ومصر باقية، وطن واحد، شعب واحد، نسيج واحد. تحيا مصر بشرفائها، والسلام عليكم ورحمة الله.